ذكرتم في كتابكم الملخص الفقهي في معنى هذا النص، وأن الحائض إذا طهرت والصغير إذا بلغ والمسافر إذا وصل إلى بلده في نهاية رمضان يلزمه إمساك باقي اليوم وعليه القضاء. وسؤالي يا فضيلة الشيخ، ما الحكمة من إمساك هؤلاء بقية اليوم مع أنهم سيقضون هذا اليوم فيما بعد؟ والسؤال الآخر هو، لماذا نقول بأن هؤلاء يلزمهم إمساك باقي اليوم ولا نقول بأنه يستحب لهم الإمساك لأن سبب إفطارهم هو عذر شرعي؟ وأريد أن أفهم المسألة. المسألة ما جئت شيء من عندي، هذا كلام الفقهاء، يقولون من علم بدخول الشهر في أثناء النهار أو طهرت الحائض أو بلغ الصغير أو أسلم الكافر أو قدم المسافر يلزمه الإمساك بقية اليوم، والحكمة في ذلك احترام الوقت، هذه الحكمة، لأنه زال عذره الذي أباح له الإفطار زال، فعليه أن يمسك بقية اليوم ويقضي، لأنه لم يصم يوما كاملا، هذا وجه أنه يمسك احتراما للوقت، لأنه زال عذر الإفطار. والرخص إنما يعمل بها بقدرها، ويقضي لأنه لم يصم اليوم كاملا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.